أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في آخر أسئلتها تقول: يلبس بعض الناس الشراب في الأيدي، بعض النساء تلبس الشراب في الأيدي لمصافحة الرجال، فما حكم ذلك في دين الإسلام؟ هل يجوز لي مصافحة الرجال بعد لبس ذلك الشراب في يدي؟ لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا من وراء الشراب ولا غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، وما مست يده يد امرأة لا تحل له، وكان يبايع النساء بالكلام بدون المصافحة، لما في ذلك من الفتنة على الرجل. فمصافحة الرجل للمرأة التي لا تحل له حرام، سواء كان من وراء حائل أو من غير ذلك.